الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن وزير التجارة على الجبوري أن حجم ما خصص في موازنة العام الماضي 2021 للوزارة لا يتناسب مع ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، ويجب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار في موازنتي العام الحالي 2022 والمقبل 2023. وأوضح الجبوري أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا لا سيما الحنطة انعكس على الأموال اللازمة لشراء هذه المواد، لافتا إلى أن نسبة تسويق بعض المحافظات للحنطة قليلة جدا وفي محافظات أخرى بنسب متوسطة، مشيرا إلى أن التسويق بلغ حتى الآن 2,050,000 طن، مع التأكيد على أن العراق بحاجة إلى شراء ما لا يقل عن 1,000,000 طن كحاجة قصوى لسد الحاجة المحلية. قال الاتحاد الدولي للنقابات في تقريره لعام 2022 المتعلق بمؤشر حقوق العمال في العالم إن العراق جاء ضمن فئة المؤشر 5 المخصصة لعدم توفر الضمانات لحقوق العمال. وأوضح الاتحاد الدولي أن العراق يعاني من ضعف قوانين حماية العمال وضعف قوانين الضمان والتقاعد وعشوائية سوق العمل وعدم تثقيف العامل العراقي بحقوقه تجاه المكان الذي يعمل فيه، وأضاف أنه نتيجة قلة فرص العمل مقابل حجم الطلب يتنازل العامل كثيراً عن حقوقه المنصوصة كالإجازات وأوقات العمل والأوقات الإضافية. قال تقرير لوكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية إن تعقيدات ضخمة ومعوقات مرتبطة بمشروع تطوير حقل الرميل النفطي في العراق تسببت بعدم التمكن من تحقيق رفع الإنتاج في الحقل. ونقلت الوكالة عن مسؤولين فنيين إن حقل الرميلة ينتج حاليا ما يقارب 1,400,000 برميل يوميا، بينما كان الهدف المرسوم أن يرتفع الإنتاج 2,100,000 باليوم، مضيفا أن الشركاء في منظمة تشغيل حقل الرميلة يجرون حاليا مباحثات مع وزارة النفط بشأن الجدول الزمني للوصول إلى السقف المنشود من الإنتاج. انخفضت أسعار النفط وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب. وضعت الخام القياسي على مسار تسبب بتكبده ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. هذا ووافق تكتل أوبك بلاس الذي يشمل الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلين منهم روسيا، وافقوا على الالتزام بسياسة الإنتاج المتفق عليها دون زيادة، لكن التكتل تجنب مناقشة سياسة الإنتاج بدءا من أيلول وما بعده، وهو ما ألقى بظلاله على أسعار العقود الآجلة. خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الديون السيادية في العالم بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد. وقالت الوكالة إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصاد، وهي مشكلات تضر بظروف الائتمان السيادي. وأضاف جيمس موكرماك رئيس وحدة التصنيفات السيادية في الوكالة أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب الموجز برعاية الله.